تصير لك العادة ليه؟ مش كيف كيف كاميرا سميرة تكور ويميكس ويميكس بعد قضية ولد الكنز متاع كليب البوليسية كليب تحكمت بعامين حبس مع نفاذ العاج عليش والله ايش شو اقول لك عليش عليش حكيت تقتل بالضحك على روميرسيمون تحكمت بعامين حبس بنفاذ العاجل على روميرسيمون ديديكاس معنا وفي الكليب في الاخر يخرج روميرسيمون كذا شو نقول لك انا في حاله فرار تو على خاطر بيرسونيلمون ما عادش حاب نرجع الحبس دونك ماذا بيا كان تتوضح الامور هذيا وتتفضل الحكايه وانا البر هذاك علاش معناها في حاله فرار فهمني معناها النجم كان تو نتشد نولي نستنى انا في الجلسه من المرنه جايه فهمني عاد نستنى وانا في الشارع خير فهمني ما تعلق به برشا عباد تو مثلا اللي متابعين منو ناخذوا الاغنيات المعروفين كسوا عندك بيرن ولا الريبونس اللي عملتها انت لطفي العبدلي ولا ما تسويش ولا اطلب 197 فسر لك انا حاجه الستيل هذاك اللي يحكيوا على اللوكس وكذا فهمتني يقولوا نحن ايجو تريب فهمتني ولا انا نعمل في موسيقى مانيش رجل سياسه نعمل في موسيقى كيما واحد من حتى ما نعرفش حتى فلوسه باش يترنى في سيره نتاع مسكولاسيون فهمتني يهز حديد يغزر بدنه فهمتني فرحان بدنه انا كيف نحل الكابين ندخل نختار موسيقى نسجل عليها نقول الكلام اللي يخطر لي على مخي فهمتني كيما فما زاد اغنيات معناها نحكي فيهم على الكوتي مثلا البيرسونيل على خاطر الراب هو الراب فيكو نعيش حاجه نحكيها فهمني في الغنيات سوا كلي نقولوا نحن لوكس وكذا الناس ما مش فاهمين يشخيلوني كلي غني برشا فهمني اما شو نقول لك اللي كان يركز واحد معناها في الغنيات يكبتي اللي يقول لك بار اكزومبل على قريب باش ناخذ ميركو معناها على قريب باش ناخذ مرسيدس ما عنديش مرسيدس فهمني ولا فهمت وراك خضر وراك بو 50 فما في وقت من الاوقات عملت فهمتني طرف وراك خضر غنيت على كل وراك الخضر هذوكم فهمني ولا مشاو لوراك الخضر غني غنيه اخرى نقول ما عنديش فلوس مش يقول لك اخي شبيه مره يقول ما عندوش مره يقول عنده فهمتني ولا دونك الميساج اللي انا خرجت انا حبيت نخرج من كل الحكايات نتاع السياسه خاطر ماني سياسيين نحن نمثلوا الشارع ولاد الشارع فهمني معناها جو بريزونت ولاد الحوم اللي يحبوا يوليو دي مليونير فهمتني ولا دونك الميساج انا اللي نحب نوصله يمكن في غنية تسمع تقول وينو الميساج بيحكي وما فهمش ميساج فهمتني ولا الميساج اللي نحب نوصله اللي راني ولد حومه شعبيه كيفي كيفك وخرجت ماك الحومه هذيك معناها وصلت للنيفو اللي انا حاجتي بيه فهمتني ولا تخرج تفرج تلقى انسان ولد حومه شعبيه ركز لك على شعبية معناها فهمني وترى بنات وترى كراب وترى فازيات وترى كذا معناها المساج اللي راه كان تحط حاجة في مخك تحب توصل لها سيكو توصل لها فهمني شدة كيف سرعة بيه مثال بيه ولا لا مثال ما تقولش طبعا نحكي لك بيه خاطر بيه هي الحكاية اللي باش نوضح انا بيه برشا امور في مون غوايوم فوالا مش نقول في مون غوايوم مش نقول شدة كيف سلعة جديدة سيد لابون سي با دو لا دروغ هذايا مون غوايوم فهمني ولا مانيش قاعد نوصل في ميساج انا عزت له معناها شدة كيف نقصد بها كيفك الموزيكا هذيك البنينة فهمتني راهي سلعة بنينة فهمتني قاعد نخرج في موزيكا بنينة ولا والله يبدأ الانترفيو هذا يوضح برشا امور عندي عباد معناها نعرفهم بوليسية صحابي فهمتني بوليسية معناها ما متقلقش الحكاية بوليس راهو
راهو مواطن معناها كيفنا كيفو تخل يخدم باش ياكل خبزه فهمتني حكي انا نغزر لها فهمت من بعد وانا قاعد في امان الله وجاونا فهمتني العقري دارنا كما يقولوها فهمتني بوليسيه هزونا عدونا تحليل طرف كذا جلتيم على شويه فهمت فازات ديما بالفازات هم دخلونا الحبس 8 شهور تبدلت العلاقه ولا على خاطر تعاملت كمجرم وانا مانيش مجرم تحب تغزر لها انت من الكوتي نتاع زات لا نولي ضحايا مانيش مجرم فهمني ولا تعاملت كمجرم ما نكذبش عليك نحب نوصل مساج الكل معناها كيما يقولون على القضاة ولا البيد راهو الحبس راهو ينمي النقمة كيما يقولون على في قلوب الشباب فهمني علاش على خاطر انت بار اكزومبل باش نعطيك اكزومبل اخر انا كي باش تربي بيتبول كيفاش تخرج وانت اغريسيف تحطو في بيت مسكرة ظلام فهمني ما يرى حد كي باش يخرج منها من بعد معناها فما كان حاجة بركة ما اغريسيف فهمني ولا الحبس هكاك الحبس هكاك في الغناية هذية معناها وفي الحكاية هذي صحيح خاطينا الجملة زادة الحكاية فهمني أما معاها عليه معاها حرية التعبير مع الكلمة اللي يحب هو يقولها فهمني معاها للخر زاد وين ترسي نقولوا نعنا خلي ترسي انا معاه للاخر انا خاطي جملة هالقضية هذي خاطي جملة رميرسي مو معناه كان جات الغناية اللي غناها عليه على نقولوا نحن عمل الغناية اسمها عيد الشجرة مش عمل الغناية بوليسية كلاب راو عمل رميرسي مو فهمني ولا واضح دونك انا خاطي جملة القضية مراني معاه ومعاه حرية التعبير ومعاه اي عبد معناه عنده كلمة يحب يقولها فهمتني ويوصل المساج اللي نحب نوصله لوزارة الداخلية سيادتك ربي هنيك فهمتني نقول الكل بوليس يعطي قدر للزي اللي لابسه على خاطر الزي اللي لابسه عمره ما يعطيه قدر كان في مخ اي بوليس مش يلبس زي يولي بقدره تولي هيبة ليه اخوي عمرها ما تصير الحكاية راك انت تعطي قدر للزاي الحكايه ما قلقتنيش برشا فهمتني شوفها بالرسمي ديجا فرحان هكا خاطر خرجت على الاخر الراي العام من ظاهرة الحكاية مانيش باش نقعدو نحكيو فيها برشا ما عملنا حتى شيء العباد يمكن ما فهموش حتى رميرسيمون ما فهموهاش خاطر في البحث اللي مشاو في المركز مشى ايكيبا خدمة كليب ومن با يعرفوا راب شنية ولا معبرين ولا يغزروا رابر ارتيست ولا يغزروا ولاد صغار تلعب طعم في الراب يغزروا فلان يغني هكا مريق اللي معاهم لا يجبدهم لا شيء كشوف البطال شوف اللي ياكل في الهرطال كلهم ظاهرة كشد ثنيتو القاو جينيراسيون هي مشكلة راه في الجينيراسيون ذي اللي طالع واللي بعدنا فهمتني بالرسمي نحب نقول فما عباد داك جارحين نحن نقوله فهمت عباد متمردة عباد ملحوم يعني عباد مثلا خاطر نحن عشنا صحيح مع بن علي حلينا عينينا ديريكت نلقاو رواحنا في سيستم غالط واحد ما تنجمش تتكلم على خاطر كان الكبار هما الجينيراسيون اللي قبلنا ما تكلمتش دونك انت ما تنجمش تكلم كي صارت الثوره سي بون وقتك يعني توا نحن نبداو نتكلموا توا نحن نبنيو بلادنا كيما نحبوا توا حريه التعبير اللي عملوا بن علي بشويه بشويه قطع توسكي سلفي توسكي عبد عامل لحيه جابهم للريق فهمتني
ما اكثر يعني بعد ما خرج بن علي عبدك مثلا السلفيين ولا اللي هو قعدوا مكبشين في الراي نتاعهم، وكيما جماعه النهضه ورئيس حزب النهضه اللي هو راشد الغنوشي اللي 20 سنه كان متغرب وما شافش بلاد ويجي يلقى كرسي حاضر، واللي العباد اللي معاه اللي شدوا الحبس اللي هما سجناء راي شدوا الحبس ويلقاو رواحهم شادين الكرسي ويقمعوا في جينيراسيون ك هي اللي عملت ثوره اللي هي تو تحب تتكلم. دونك مشاو بسيستم بن علي، فهمتني؟ ما حاجه برك نحب نقولها، نشوف تونس بون تو الحاله نتاع تو تونس ماشي التالي على الاخر، ما ديما نقولها راه فما عباد تو في جينيراسيون تاعنا سورتو، فهمتني؟ على خاطر نشوف الكبار ما همش فاهمين العباد هذوما فاش قاعده تعمل راب، عنده هو حاجه جديده ما خاطر ما يعرفش راب ولا كولتور نتاع الراب ولا اللي هو. اول حاجه يمشيولها شني يمشيولها مثلا اللي هي الزطله، خاطر الزطله عليها عام حبس، فهمتني؟ دونك خديت مثلا سوجا ذاك تريتيتو حكيت عليه بالكدا وصل، يعني فرحان على الاخر اللي وصل بارتو الميساج هذاك وفهموه برشا عباد، فهمتني؟ ونعاود نقولها اللي الجينيراسيون الكبار ديما كيغزرونا بهذا يشجع الزات لا ماهيش هكاك الحكايه، راهو واحد من الناس راني تكلمت على حاجه كبيره هذا ماهيش يعني ماهيش سهلة، ذي عباد قاعدة تمشي في الحبس، وأنا متأكد في أي عائلة في تونس تلقى واحد يتكيف على خاطر يشوف روحه ماهوش عامل حتى شيء، يعني بسيستمنا طوى ما نقول الشجع العباد كيف زطلة، ما كي نشوف عبد يتكيف هك كل يوم هك نقول شو يعمل بالله بطالة ذي، يعني بلاده ما يموفرت له حتى شيء، مش يلقى زطلة. تونس بلادنا ونحبوها برشا، ما العباد اللي فيها يعني العباد اللي شاده تو عباد فساد، عباد تغزر كان مصالحها، فهمتني؟ ما تغزرش للشعب، ما تغزرش للمواطن كيف عايش كي جمله، فهمتني؟ دونك نحنا يعني الحرب تكمل معاه من بلاصه اخرى، فهمتني؟ ورانا نحاربوا على حاجه برك اللي هي حرية كرامة، يعني كيما الحكاية اللي طول اللي بها الفايدة نحكيو عليها اللي عليه احكي عليها، راو اكثر حاجة راو نتقم ذيك هي كمتاع على حريته على الكرامة متاعو، على خطر تعداولو على حريته تعداولو على الكرامة متاعو. فوق على سيبس من سيستم سيبس سيب سيبس خلي الشعب يسيبس واحد ولا مريسكي يقول يبيع في السلاح، رد بالك نهار تخمم باش تعيش مرتاح كثر السياح من السياسيين. نحنا باش نخرجوا نتكلم ونبدأ ونكذبوا على خاطر فما راو مش اي رابور يتكلم ولا اي ولينا نغزروا اكزامبل في تونس في البلاتو نتاع التوانسه، الناس كل تفهم في السياسه، كلها تبدا تحكي وناس كل تفهموا في السياسه اللي قبل السياسه، خاطر سياسه جديده علينا في تونس، مش حاجه جديده علينا في تونس باش نخرج نولي نفهم فيها نولي نحكي في السياسه. وان بلوس ستيل اللي نخدم فيه نتاع الراب ماهوش هذاك، يعني الراب نتاعي على الاخر راك غانغستا راب، يعني توسكي يوربان هكا اللي الحاجه اللي نعيش فيها، يعني الانسبيراسيون ديجا نتاعي في الكتيبه ما تكون من نحط ستيل ونكتب كان كي تبدا عندي انسبيراسيون على حاجه هكا عشتها ولا حاجه تذكرتها ولا خارجه من حومه، ويعني ما نشرنا محفورين زاد في حومه، رانا عينينا محلونه ونخرجوا وقارين وشايفين الدنيا، يعني مانيش باش نتحصروا فك الحومه باش نقعد نحكي على الفقر ولا هم ولا نكريتيكي في سيتوياسيون واحده. ساعات نبدا شيخ عامل جو بحذايا صاحبتي صحابي عامل جو قاعدين عاملين قاعده تركب لي نعمل هكا على بيت مزيان هكا، يعني مش ديما باش نقعدوا فك الهم والواحد. خليل المساج اللي تحب توصله لعليه، المساج اللي تحب توصله اليوم للعباد اللي هي تبع فيكم والعباد اللي حكمت عليكم بعامين حبس عليه، ما عندي ما نوصله مساج على خاطر صعب يتفل، يعني المساج اللي وصله هو يعني نعرفه وانا قبل ما يخرج ومعاه فيه، يعني على خاطر
علي كيفاس. قلت له علاش يا علي عملت هكا؟ قلت له مش برشا يعني اجريسيف على خاطر كان. قال لي خليل ها وشني صار وشني صار وشني صار فازي يعني عندك حرية التعبير تكلم يعني كهو. فما حاجة اللي هما ما فهموهاش في يعني اللي راو كي فيزا صحيح يعني فيزا يعني شمل البوليسي الكل ما ظاهرة هيك اللي يعرف روحه من العباد هذوك واللي قاعدين يسبوا فينا طو ظاهرين من العباد هذوك واللي يعرف روحه يعني يخدم بشرف ويعني يخدم يعني كما نقولوا نعرش واحد يبدا مستوي في خدمته كل ظاهرين هذوكم خاطئهم. انا مثلا بابا بوليس جيت لعليه قلت له شبيك يعني تسبلي في بابا ظاهر كل واحد يخدم في خدمته فهمتني. كان غلط طول المساج يمشي له ليه هو فهمتني. دونك انا مع علي وعلي صاحبي يعني ونحن ظاهرين. انا راني متمان كيما نقولوا الحكايه اللي قلقتني جوست كبريت وقت صدموا علي وقعد اماتنا مفجوعه وهذيك الحكايه قلقتني. اما ظاهره الله خير طول مثلا في العامين حبسه دوما في الاعتراض ما همش يسامحونا ولا ما عملنا شيء ديديكاس فهمتني الله خير. ما مع علي على خاطر علي ما يحبوا يكبروا هالو الحكايه دونك لهنا قاعدين يتعداو على حريه التعبير. تينعنع سايبني خنولع سايب ولا يدك انا كل يوم مقلع كيما قبل تحبوا الشعب كله مبلع في تونس كلم على حقك يبعثوك تتخلع احنا ولاد نظاف تحبوا تردونا مجرمه. نيترو دونك انت زاد رابور وصاحب الاولاد دونك محكومين علي اليوم وخليل ومروان بعامين حبس. شنو رايك في الحكايه اللي صارت هذه وكرابور تعتبر هيش يعني تمثل تهديد على حريه التعبير في تونس ولا على خدمتك انت نهار اخر كرابور؟ والله انا اول كلمه باش نقولها هو معناها مثل تونسي بروفيرب مجرب تهم زمرافق علي معناها كي حكي بفاسون معني في بيلو فما حرية تعبير في تونس ثورة حرية تعبير عنده حكاية معني في قلبه حب يحكيها فهمتني بابلوس معني لا عنده مشكلة لا وكي يحكي بش نعمل وبش نعمل مش بش يخرج يعمل بالرسمي هو معني بش يمشي يعمل ويضرب ولا تحريض ولا واللي تحكي تخرى ما تفهمنا شيء. هو عنده حاجة في قلبه سبحان الله عبد مقهور انتر بارونتيز معني تظلم تقهر تعب حب يحكي يحكي يا فاسون ملقى معناها ملقى بها وين سبحان الله عبد اقوى منك وتنجم تغلبه بالبونيا كيما نقولوا نحنا بالكلام حب يفوزها بالكلام هو حب يرجع فاسته كيما نقولوا بالكلام وباش توقف في الكلام الحكايه باش توقف في الراب رابور هو مش باش يحكي على شنو باش يحكي باش يحكي على مجلس تاسيسي محليه ولا الحاكم محليه ولا تونس محليها بيبش يكذب على العبيد يحكي الواقع الراب هو الواقع اخويا علاش اسمه راب مش يحكي الحقيقه مش يحكي الفيكو نتاعو مش يحكي علاش صار عليه شنجم يصير عليه اللي بالرسمي معناها هو كان يخمم باش يصير فيها كيخ يصير فيه اكثر من اللي كان يتصوره وحكايه اللي تحكموا بعامين معناها كل سواء عليه ولا الاولاد نرى انا اللي نعرفش قضاء معناها قضية جديدة عليه معناها قاضي ولا شكون باش يجيبوه اصغر البلو جون قاضي في تونس البلو جون جوج باش نقول معناها نقول لك شنو هرش يحكي فرنسي البلو جون جوج في تونس باش يجيبوه شنية معناها باش يفهم الراب باش كيفاش باش يحللها القضية كيفاش شنية عامين معناها شكونك انت باش تحكموا بعامين هو ما عمل شيء رميرسي معه معناها في كليب خاطر الأولاد مش غريب عليهم الرجلة معناها تبركلا في تونس مريتش أرجل من أكيكا مفهميش معناها أرجل من إمينو ولا أرجل من ليلكا ولا أرجل من نشرف ولا أرجل من مادو نعرف اللي الأولاد معناها بشي يقفوا معايا لآخر لحظة ومن فيه هما خاطيهم ما عندهم حتى دخل فهمتني. المساج الآخر اللي نحب نوصله معناها أبار خاطر معروفين اللي هما رجال وأفعالهم تقول مش حتى أنا باش نقول نحب نوصلوا انا للراكورين الاخرين فهمتني اللي فيهم كيلكو رجال باغ اكزومبل نجم نسمي انا زوج ثلاثه من الناس باغ اكزومبل كيما نقولوا بلاي بي بي جي ولا فينيكس ولا راكوريت من ساقس اللي معناها كيما نقولوا ضامنوا في الحكايه ووقفوا وحبوا معناها يعملوا حاجه
اللي بالمينيموم واللي بالماكسيموم. الميساج اللي نحب نوصله للرابورات الاخرين الجبناء فهمتني، الخوافه اللي مازالوا توا يستهلكوا في مواضيع نتاع عمتي وخالتي ومناتي، فهمتش انا كي يكملوا يغنيوا على عائلاتهم بعد ما تكونش يغنيوا، فهمت؟ كان توا ما يحاربوش على ليبرتي ديكسبريسيون وقتها باش يحاربوا عليها، وقتها فسر لي وقتاش معناها باش يرجعوا، ما فهمتش انا باش يرجعوا كيما قبل معناها بسياسه بسياسه، وباش يرجع القمع كيما قبل، وباش يرجعوا الرابوريت يغنيوا في في دي سوجي جديد، فهمت؟ هذاش نحب نوصل. الحاجه الاخرى اللي نحب نوصلها للقضاء، اللي خاطر القضاء حكم فاسون تعسوا فيا، فهمت؟ تو انا وعندهم معايا مشكله معناها اللي بامور غنايه وبامور واحد، الاولاد شنو دخلهم باش يحكمهم بعامين على رومرسيمون معناها لهنا، نزيد انا سيقتي تقل اكثر في القضاء فهمتني، ونزيد نقول اللي عندنا قانون ديبيل في تونس معناها كان يقرا رومرسيمون معناها يقرا ان توجه بالشكر فلتان ولا فلتان ويحكموه بالحبس، عاد هكاك كان في بالي انا راني عملت رومرسيمون راجل غنوشي و وسهام بادي و واشكال من الحكومه وخلي يحكموهم بالحبس يرتاحوا ويرتحوا منهم العباش فهمتني، هذا نسميه جهل فهمت، ونسميه تعدي على حقوق الانسان، ونسميه اجتهاد، نسميه قمع للحريات اللي قاعدين نشوف فيه توا فهمت. الحاجه اللي عملوها معانا راهي حاجه باش تقوينا، راهي مش باش نرجع بينا لتاني فهمت. السيستم اللي عملوا معاهم بن علي يحبوا يعملوه معانا، بن علي قبل قمعهم بالحبس وما توا يحبوا يقمعونا بالحبس، بن علي قمعهم دخلوا من الحبس خاطر حكاو خاطر قالوا خاطر باريكزومبل نازلوا هما كي شدوا الحكم لقاو سيستم تاع بن علي ناجح، حبوا يطبقوا عليه الاخر من الاخر.